مشاهدينا الكرام أينما كنتم أهلا ومرحبا بكم معنا في تايم أوت الساعة الرابعة نقدمه لكم عبر قناة رؤيا الأردنية. أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدير الفني عدنان حمد التشكيلة التي ستخوض الدورة الرباعية التي ستقام في الشارقة يوم 26 من هذا الشهر وبمشاركة منتخبنا والعراق والكويت إضافة إلى كوريا الشمالية. التشكيلة التي أعلنها الجهاز الفني شهدت استبعاد اللاعبين عدي الصيفي وعلاء الشجران للإصابة، فيما بقيت الأسماء ذاتها التي لعبت في كأس آسيا الأخيرة وهم لؤي العميرة ومعتز ياسين ومحمد شطناوي وبشار بن ياسين وسليمان السلمان وبهاء عبد الرحمن وباسم فتحي وعبد اللطيف وأحمد عبد الحليم وبقية الأسماء في تشكيلة المنتخب. أصبح فريق الوحدات على مقربة من تحقيق لقب دوري المحترفين الأردني بعد فوزه على مضيفه العربي بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جرت بينهما على استاد الحسن في إربد ضمن مباريات الأسبوع 18. ويلتقي اليوم فريقان الفيصلي والجزيرة على استاد الأمير محمد في الزرقاء. وفي حال تعثر الفيصلي أمام الجزيرة يصبح الوحدات بطلا للدوري الذي أضحى بحاجة إلى الفوز في مباراته المقبلة أمام الرمثة في الأسبوع 19 للدوري. تنطلق يوم غد مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة اليد بمشاركة أندية الأهلي حامل لقب الحسين الوصيف السلط وكفرسوم وعمان والعربي والوافدين الجديدين الكتة وكفرنجة. ويبدو أن لقب دوري لن يخرج عن المألوف والذي شهدته السنوات الماضية وانحصرت بين الأهلي والسلط وهما الأكثر فوزا باللقب وفريق الحسين. وربما تقدم فرق عمان وكفرسوم والعربي مفاجآت تؤثر على مسار اللقب. وتفتتح مباريات الأسبوع الأول بلقاء ديربي يجمع العربي والحسين على قاعة الحسن في إربد، تليها مباراة كفرسوم وعمان، وفي قاعة الأمير فيصل في القويسمة يلتقي الأهلي وكفرنجة، ثم في ذات القاعة يلتقي الكتة وأصلت. بدأت المنتخبات المشاركة في بطولة العالم للمبارزة في الوصول إلى عمان كبداية للفعاليات المرافقة لبطولة العالم للشباب والناشئين التي تقام يوم 29 من هذا الشهر في قصر الملك حسين في البحر الميت بمشاركة نحو 83 دولة من مختلف أنحاء العالم. وتواصل المنتخبات الوطنية في المبارزة تحضيراتها لانطلاقة البطولة من خلال تدريبات يومية في صالة الاتحاد على فترتين وبإشراف الجهاز أو الأجهزة الفنية. وتسعى المنتخبات الوطنية للظهور بالشكل اللائق ومحاولة التقدم في الأدوار النهائية للبطولة العالمية والوقوف ندا قويا لأبطال العالم المشاركين في البطولة. يغادر اليوم من العاصمة القطرية دوحة وفد منتخبنا الوطني للملاكمة المشارك في البطولة العربية 27 التي تقام بدءا من يوم غد وتستمر حتى 30 من هذا الشهر. وأجرى منتخبنا آخر الاستعدادات تأهبا للبطولة في قاعة موتا بمدينة الحسين للشباب بقيادة المدير الفني الكوبي جورج كوزمان والمدرب عمر المجالي، حيث تبدأ البطولة بتصفية الأدوار التمهيدية في حين تم تحديد مواعيد إجراء الفحص الطبي والميزان لجميع الملاكمين المشاركين. وقبل الختام نذكركم بوسائل التواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/royalsport ومراسلتنا عبر ايميل برامجنا الرياضيه sport@royal.tv. ملتقانا ان شاء الله في تايم اوت الساعه 7. دمتم بخير.